جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف من القصيم تسأل عن مس المصحف والقراءة منه للمرأة لمن عليه حدث. لا يجوز مس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف. نعم.